السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معركة وعي جديدة على هذه الشاشة المباركة، شاشة التناصح. اليوم شاهدنا جميعا جلسة مجلس النواب، وأعتقد الكثير تابعها لأن جلسة مهمة أكدت المؤكد وأوضحت الواضح أن هذا المجلس واستمراره هو عار على كل ساكني ليبيا، وفضيحة من العيار الثقيل، فضيحة حضارية استمرار هذا المجلس. واللي يراجي في الخير من هذا المجلس يراجي في العسل من بوزنان. يجب أن نتكلم بهذه اللغة، والكلام هذا بالنسبة لي يعني أكثر من مكرر، لأني قلت من زمان وأعيد، والحمد لله الشواهد كل يوم تؤكد ما ذهبنا إليه، كل يوم الشواهد تؤكد هذا الكلام. ولكن الحقيقة التغيير لا يمكن صناعته إلا بالشعب، وللأسف المجموعة الموجودة في البرلمان بكل تأكيد أن فيها ناس يعني تريد الخير لليبيا، ولكن واضح أن المجموعة المسيطرة على البرلمان برئاسة عقيلة صالح لا تريد الخير لليبيا. اللي قاعد يصير الحقيقة بوضوح تام هو استمرار لنهج سابق، ونهج بالنسبة لي يعني هو تدبير مخابراتي ينفذه الصيع والمردف والأغبياء والمرتشين دائما عبر حقب التاريخ. يعني اللي قاتلوا مع إيطاليا الباندات، اللي قاتلوا الليبيين واللي قبضوا على الشهداء واللي أعدموا الشهداء ليبيين بكل تأكيد، ليبيين ومعروفين ذات صفات. لكن احنا للأسف الليبيين نجاملوا في بعضنا ونغطوا في عوار وفضايح بعضنا للأسف الشديد. اللي عدموا الليبيين في السبعينات واللي قتلوا الليبيين هم ليبيين، نصفوهم بالدم ليبيين، اللي طلعوا قالوا بليس ولا دريس ليبيين. هذه هي الحقيقة، يجب أن نتكلموا بمنتهى الحقيقة. اللي 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 حطوا الشهداء في سيارات الكناسة وقعدوا يلوذوا بهم في شوارع المدن ليبيين، اللي هدموا بيوت أبناء عمومتهم ليبيين، اللي تبروا من أبناء عمومتهم في 2011 ليبيين. هذه الحقيقة، بمعاش تغطوا الحقيقة، يجب أنكم تحطوها هكذا كما هي. وللأسف ما يحدث في مجلس النواب هو استمرار لهذا، لهذه السيرك، لهذه الدائرة اللي للأسف أوردتنا المهالك ولن تؤدي بنا إلا مزيد من المهالك. الليبيين لما قاتلوا عملاء في صفوف الطليان، قتلوا أبناء عمومتهم وقتلوا أبناء شعبهم وقتلوا أبناء دينهم وحرقوا مزارعهم وسببوا في قتلهم وتهجيرهم، وقعدوا مهجرين الليبيين عشرات السنوات. رحمة الله عليه الحوم بن نصرة لما يقول في قصيدة النجع اللي جيه الميعاد جو جواد يندون جوبات السواد، على هؤلاء المهجرين. شوف التشاد والسودان ومصر وتونس والجزائر، وإلى اليوم إلى اليوم موجودين هناك. هذه حقيقة، هذه حقيقة. اللي هجروهم واللي قتلهم راهو الطليان فقط متخذي قرار، أما اللي نفذوا هم الليبيين. اللي قتلوا الليبيين في مظاهرات طلبة في 64 ليبيين، واللي أيام عمرو القدافي اللي نفذوا الإعدامات مع عمرو القدافي راهو لا تلقى موقع قرار، لا تلقى، كلها بيد الليبيين، صفوهم بالدم سير ولا تهتم. واللي تدرجوا في الليبيين راهو وأبناء عمومتهم أيضا راهو ليبيين، ما نقعدوش احنا. اللي حقيقة يعني
اليوم بصراحة يعني ومعاش فيه إلا هذه اللغة وبالمكشوف. هذه معركة الوعي الآن مع هنخش في اليوم نتكلم كلام فنرجع لكم بالتاريخ واحدة واحدة، واللي بيرد هذا حق الرد مكفول، اللي بيناقش هذا حق النقاش مكفول. تفضلوا. اليوم يطلع بكل جرأة وبكل صفقة عقيلة صالح، لأنه تعود على هذا وقال لي يا فرعون شن فرعنا، قال لي ما لقيتش من يردني، يطلع يسفه لجنة الستين بغض النظر على ملاحظاتنا. أكثر واحد انتقدها محمود عبد العزيز، لكن هذا اللي يعني نسفه؟ هذه اختيارات شعب، من حقي أن ننتقد، من حقي، لكن ليه نكون مسفه؟ خلاص هذه لجنة منتخبة بالصندوق، ما الفرق بينها وبين مجلس النواب؟ بالعكس يجي اليوم عقيلة صالح يضربها في صفر ويدير فكرة من كيف يعني استهتار وهزوة على الشعب، وقسما بالله العظيم ما لم يثر هذا الشعب على البرلمان سيعيش في ذل ما بعد ذل، قسما بالله العظيم سيعيش في ذل ما بعد ذل. بغض النظر، بغض النظر، أكثر ناس تنتقد يا سيدي أعرض هذه المسودة، مش دامتها لجنة الستين، أعرضها للشعب. أما يجي يقول لك مرفوضة من كل مكونات المجتمع الليبي، من هم مكونات المجتمع الليبي اللي يشاوروا فيه؟ وثاني أنت من ليك الحق عقلية النجع اللي تفكر بها هذه؟ هذا الإعلان الدستوري يقول هذه اللجنة تقدم وتمشي باستفتاء، أنت من ليك الحق أنك تتكلم باسم المكونات ولا؟ وإن شاء الله هل هذه في حاجة ديمقراطية اسمها استفتاء؟ هذه ينص عليها الإعلان الدستوري، غيرها ما فيش كلام. لكن عقلية النجع، ولأن أصدر القوانين ومشيتوها وقعد احنا نتكلموا وقعد غيرنا يطبل. خلينا نتكلموا بصراحة، احنا قعدنا ننتقد وقعد غيرنا يطبل. أو شفتوا وين وصلتوا؟ لين الدستور اللي هو حلم الليبيين، اللي هو خلاص مش لا يمكن أن نخرج من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار والمرحلة الدائمة إلا بالدستور. اليوم بي 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 بكل صفاقة بكل سخافة يطلع يقول الكلام تاعه، وبعدين يقول الحكومة هذه بتغيرها. أنت شن دخلك فيها الحكومة؟ الحقيقة هذا هو استمرار. خليني اليوم نتكلم كلام حار، ولأن إخواني الجرح لازم من تنظيفها، والتنظيف يحتاج شوية يعني ألم، ربما يسبب ألم، لكن خليني وأرجو أن الحلقة هذه، أرجوكم جميعا الحلقة هذه كيف تقسموها، ما كنتم مقسمينها، لكن أرجو أن تصل إلى كل الليبيين. الضحك يا إخواني بدأ من المؤتمر الوطني العام، وأنا شاهد عيان لما المجلس الانتقالي، للأسف من المجلس الانتقالي بدأ يوم عدل الإعلان الدستوري وجعل لجنة الستين بالانتخاب بدل التعيين أو التسمية من المؤتمر الوطني، هناك بدأ الضحك، هناك بدأ الاستجابة لغوغاء برقة ولسفهاء برقة. وللأسف نحن ثم كل ليبيا ضحية. أنا لا أتكلم عن شرفاء برقة وعقال برقة، واليوم سمعنا أصوات عاقلة بكل تأكيد، في أصوات عاقلة في برقة ومحترمة، ولكن أنا لما أتكلم أرجو أن لا يحمل كلامي، نتكلم عن السفهاء. وللأسف اللي ما يردوش في بعضهم نتيجة نزاعات قبلية ونتيجة لنا أمور متاع عقلية نجع ما هيش عقلية دولة. جينا للمؤتمر، أول بند أعضاء المؤتمر من المنطقة الشرقية، وأرجوكم تتبعوني كويس، أول بند قالوا اللي هو طبعا لما تعدل المجلس الانتقالي
رفعوا بعض أعضاء المجلس الانتقالي رفعوا قضية في التعديل، وحكمت المحكمة العليا والدائرة الدستورية برفض تعديل المجلس الانتقالي وأرجعات تعيين من المؤتمر. فرحنا احنا، الله أكبر، خلاص هي أول حاجة، لأن أول أعمال يجب أن يكون بها المؤتمر الوطني هي تعيين لجنة الستين علشان ننجز الدستور وننتهي. والله الذي لا إله غيره يا أخوة، أعضاء المنطقة الشرقية، لا برقة لا دياولة، أنا بنقول المنطقة الشرقية، واللي مش عارف ما فيش حاجة اسمها برقة، قول المنطقة الشرقية، 40 سنة معمر يقول المنطقة الشرقية، فيش واحد تكلم، خلينا من الواحد، برقة لطرابلس لدياولة، منطقة شرقية ومنطقة غربية والجنوب، لأن هذا المماهاة هذه هي اللي وصلتنا في التفاهات اللي احنا فيها اليوم. فيش حاجة اسمها برقة، لا في حاجة اسمها طرابلس، في حاجة اسمها منطقة غربية جبلية الجنوبية غربية وانتهينا. لأن هذه لا والله الاسم التاريخي والاسم الكراوي يقولوا فيه بعض المثقفين والمحترمين، لكن للأسف خبرات أجنبية ولعبة في البلاد كراع كلام. المهم كادوا يبوسون أقدامنا أعضاء المنطقة الشرقية في المؤتمر الوطني، وأنا فقط ما نبيش نذكر الأسماء، لكن السيد محمد المنفي اليوم على رأس المجلس الرئاسي يذكر تلك الأيام كويس. يا راه احنا ورانا الخيمة والله كذا، قسما بالله علشان نصوتوا على التعديل بحيث يصبح قانوني اللي هو دار المجلس الانتقالي رفضات المحكمة، والله العظيم يا إخوة يعني ساومونا بوحدة ليبيا، أقسم بالله. للأسف وأنا أقولها يعني والله كنا غلطانين الإنسان اللي ما وأنا أتأسف من هنا باسمي لي شخصية باقي ما دخلنيش فيه، لكل الشعب الليبي اللي أني صوتت على تعديل الإعلان الدستوري. أنا أتأسف من كل الليبيين لأني صوت وكنت عاطفي في تلك المرحلة، وظنيت أن أهلنا في المنطقة الشرقية بالفعل يبوا ليبي، صدقناه، خليني نكون أكثر دقة، صدقناه لأني أتأسف لأني صوتت على تعديل الإعلان الدستوري في انتخاب لجنة الستين من الشعب وليس تعيين من المؤتمر الوطني. يعلم الله أنها كائدة، لكن هذا الله غالب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه الضحكة الأولى، وصوت المؤتمر بأغلبية لأن كنا نظن أن أهلنا في المنطقة الشرقية يبوا ليبيا. صراحة تبين أنهم ما يبوش ليبيا، وأني هنا أتكلم على النخبة اللي تقود فيها مرة أخرى وكرر، ما عادش نبي نكرر، واضح. هذه الضحكة الأولى، ومشت لجنة الستين بالانتخاب 2020 رغم أنها مش عادلة، يعلم الله أنها ما هي عادلة، لا بس إحنا الغرب هم الأكثرية بالمساحة بالطول بالعرض بالبشر، لكن مشت. يطلعون لنا في نفس السنة في 2013 في أكتوبر يطلعون لنا بحكومة طرقة أثناء حكومة الأستاذ علي زيدان، يعلنون لنا نفكر فيها يوم الأحد 3/11/2013 حكومة برقة برئاسة المجرم إبراهيم الجدران. طبعا زي ما قلت لكم إن راهو اللي صوتوا لانتخاب لجنة الستين أغلبهم المنطقة الغربية، نقول هاي لكم صراحة، ينضحك علينا احنا لأن دائما نظن إن الناس تبي ليبيا ما تبيش ليبيا، نقول هاي لكم. الروس يقولوا بوزنا لو تشيمني كاكدا، متأخر أفضل إن ما فيش بكر، على الأقل نعترفوا متأخرين.
المهم داروا لنا بتاع مصنع ال مش عارف هذاك اللي في بوعطني، وقالوا لنا داروا لنا مجلس تأسيس برقة. تخيلوا بعد ما صوتنا على أن لجنة الستين يتم بناء على رغبة أهل بركة واللي وتفكروا فيها حرقوا الصناديق الانتخابية وداروا، واللي يمشوا أهلنا في الزاوية يمشوا بيعطوهم مقاعدهم، دورة طلعوا لنا بحكومة برقة، سكروا النفط. وطلعت للأسف هاجر القايل والتاني اللي من الكفرة شن اسمها تواتي العيضة، وللأسف في قنوات في غرب ليبيا في طرابلس، وهاجر القايل مرشح على طرابلس، وللأسف محمود جبريل رحمة الله عليه تو في دار الحج، للأسف مناكفات سياسية سكروا النفط. وإبراهيم الجدران يدير لنا حكومة من 24 وزير يوم 3/11/2013 المؤتمر الوطني لعام واحد بس، ويلا ونتفكر فيها مع أنني خارج المؤتمر الوطني هذاك الوقت. طلعت الوادي الأحمر أعضاء المؤتمر الوطني أولادهم أعضاء في المؤتمر الوطني في طرابلس، أنا شاهد عيان أني نتكلم أنا وياهم، أولادهم بأسلحتهم في الوادي الأحمر من أجل حماية برقة وحدود برقة وحكومة برقة. وطلع عبد رب البرعصي وقبل الزبير وبرئاسة إبراهيم جدران واللعبة استخباراتية، للأسف كلها للضغط على طرابلس وعلى بقية ليبيا، يعني نقول لك بما فيهم أهل برقة المحترمين. وقعدنا في الرب للأسف بدل ما تمشي الأمور سموثلي. أنت الآن لما تفكر فيها ما الذي دعا تلك الشلة الفاسدة عن بكرة أبيها ومن أيدهم ومن وقف معهم، وللأسف في منهم دائما من الغرب الليبي. نقول هالكم ما ورينا نجيكم بتسلسل الأحداث الآن. والمؤتمر الوطني جماعة المنطقة الشرقية موجودين، نواب راهو نواب المنطقة بالكامل هذاك الوقت، حكومة واحدة، أستاذ علي زيدان رئيس حكومة، النواب نتاعها موجودين، الوزراء موجودين، الأمور ماشية، أعضاء المؤتمر الوطني من المنطقة الشرقية، تولع سيارتك تمشي لمصر، تولع سيارتك تمشي لتونس، الأمور القوة الثالثة في الجنوب. يطلعون لنا ببدعة حكومة برقة وإبراهيم الجدران وثلب برقة وكذا، وبدت والمنصات والأمم المتحدة تزور فيه والسفراء يزوروا فيه وتعاملوا معاه فقط من أجل إضعاف المؤتمر الوطني بصراحة، وإضعاف يكونوا فيها حكومة طرابلس بصراحة بمنتهى الشفافية يتكلم. وقعدوا يساوموا لين جينا للجنة فبراير. لجنة فبراير ضحكة أخرى، وتزعمها الشريف الوافي أو اللي موجود أهو، ساوموا. وطبعا للأسف جماعة الغرب مضحوك عليهم، ساوموا للأسف كان همهم الكلي الإطاحة بحكومة علي زيدان، وكأن حكومة علي زيدان هي الشر المستطير. فجيه الأستاذ الشريف الوافي وقال احنا مستعدين نصوت معاكم. طبعا هذاك الوقت أنا خارج المؤتمر راهو، لكن ما قاعد يعني تفكروا فيها كيف ردينا بالليبي، المهم موضوع تاني توا الحمد لله التاريخ كتب كل شيء. طلعت ليلة التمديد للأسف للأسف بأيادي من الغرب الليبي وبتخطيط مخابراتي من أبو ظبي، اشتغلوا برجال من الغرب الليبي بصراحة.
وصلوا لين تخيلوا جعلوا حكومة علي زيدان أن هي الشر المستطير، قالوا لهم تبوا تسقطوا علي زيدان أعطونا لجنة فبراير. طبعا جماعتنا احنا للأسف معالنا حكومة علي زيدان بشهادة رئيس المؤتمر الوطني الأستاذ نوري بوسهمين وكل الأعضاء كانت تحت، يعني بيقول لي نير الأستاذ علي زيدان الأستاذ نوري بوسهمين يقول لي والله العظيم ندير تليفون للأستاذ علي زيدان بعد نص ساعة يكون عندي، كانت العلاقة ماشية وكذا. وللأسف هذه للأسف لأن 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 الغرب الليبي للأسف للواحد بمرارة يقول نظرتهم قصيرة جدا، ولأن ما تحركش فيها المخابرات يحرك فيها من العبط، نقولها لكم يحرك فيها من العبط السياسي إنجاز المصطلح، جعلوا لجنة فبراير مقابل حكومة علي زيدان اللي الآن ينتقدوا المؤتمر. أنت شو وين كنت هذاك اليوم لما لا للتمديد في ميدان الشهداء والمؤتمر يهجم عليه يوميا وعلقوا رئيس كرسي رئيس المؤتمر الوطني في البالوار متاع الضيق وقادمون يخطوا من قدام المؤتمر الوطني وفاتحين الله معمر ليبيا بس ورجال الجاهزين للتحدي. للأسف جدا أنا الأول كنت نطلع كل ثلاثة أيام في الأسبوع رديت برنامج بالليبي خاصة الموضوع هذا كله علشان نطلع مظاهرات لا للتمديد ونوضح لكم رأي مؤامرة. قعدتوا تسبوا في محمود عبد العزيز وقلتوا عليه مرتزق وقلتوا عليه كلام ما ينقالش بكر، ومنكم أنتم التوار من الغرب الليبي، خليني نقول كل شيء اليوم طالع بنقول كل شيء ولو كانت آخر حلقة لي. للأسف للأسف وتم قبول لجنة فبراير مقابل الإطاحة بحكومة الأستاذ علي زيدان، مع أن حكومة علي زيدان لم تكن بذلك الشر اللي صوروه بعض الثوار وبعض أهل الغرب الليبي. للأسف واليوم نكتشف أن هم مضحوك عليهم وقالوا هالي أحد الناس اللي كان متبني بقوة إسقاط حكومة الأستاذ علي زيدان قال هالي والله من فم اليهود، قال لي كان مضحوك علينا. وبالفعل قبلوا بلجنة فبراير اللي جابتكم البرلمان قريتوا الفن ولا قريتوا التخطيط ولا؟ وللأسف دائما رجال من الغرب الليبي بين قوسين هم جزء من اللعبة. جينا بعدين لحكم المحكمة الدستورية ورجوع المؤتمر الوطني، والحمد لله يعني كان في تدارك وكذا. نادوا اللي أسقطوا المؤتمر الوطني واللي انقلبوا على المؤتمر الوطني من الغرب الليبي مرة أخرى باتفاق الصخيرة. يا رجل قعد عندهم هم فقط أن ينتهي المؤتمر الوطني. بحجة أن سينتهي توحيد المؤسسات وتوحيد ليبيا والوحدة. قعدنا نجد فيهم. وأنا مسؤول عليه كل كلمة. نتوسل إليهم. والله إلا غلطين. والله إلا مضحوك عليكم. ما ينفعش. للأسف كانوا أحدهم قال بالحرف الواحد. عرفتوها متاع غزوة بدر هذيك متاع سيدنا بلال لأمية قال لا نجوت وإن نجا. أحد قيادات الغرب الليبي اللي إلى اليوم قاعد يبي يحكم ليبيا قال يا نية المؤتمر الوطني. وطلب مني أنا شخصيا كنت جالس إسقاط المؤتمر الوطني أو تنحية نوري بوسهمين أو نقل المؤتمر الزليق. تخيلوا يعني وكل يعني كان هم قيادات في الغرب الليبي إسقاط المؤتمر الوطني ما عندهمش. حكومة الغوير
كان قبل عمر الحاسي تم تغيير الخليفة الأموية، كان كل همهم وصفوا نوري أبو سهمين بالديكتاتورية، وصفوا يعني محمود عبد العزيز بصفته ونعته، يعني ما خلوا مدار. للأسف وبالفعل نجحوا في ذلك، وصل تخاذل وبيوع الكثير من المسلحين بين قوسين التوار. ماشي، شنو الثمن؟ الثمن قال لك لا، خليفة حفتر بجرد قلم، ما لم تفعله البنادق طلع علينا، سي صالح المخزوم وتسجيله موجود في الجزيرة، ما لم تفعله البنادق وكذا فعلته جرد قلم. وتوحيد المؤسسات، أقروا اتفاق السخيرات، وأقروا المادة الثامنة، وأقروا لقينا أن المؤتمر هو اللي انتهى، وحكومة الغويل اللي هجموا عليه بالرصاص واللي أصيب واللي قاعد يعالج، تصوروا رجال من الغرب الليبي يهجموا على مقر المؤتمر الوطني الساعة 2 في الليل بسلاح وبرصاص. ليه خليفة الغويل يصاب والسيد نوري أبو سهمين ما جابت إلا بركة نتيجة مكالمة بمنتهى الشغفية من أحد الأصدقاء قال له أرجوك أنك تطلع راهو أنت الليلة بيغتالوك، وكان بالفعل مطلوب رأسه، يعني ما نحط لكم كل شيء. ماشي يا سيدي، انتهي المؤتمر الوطني وحكومة الغويل، ورونا قعد البرلمان السلطة التشريعية الوحيدة، وقعدت حكومة التنين تشتغل، ولا واحد من الغرب الليبي حل فمه. 5 سنين، 5 سنين، 16 و17 و18 و19 و20 كاملة، 5 سنين مقلفطات، حكومة التنين تخدم وصرفت المليارات، وحفتر اللي طلعوه بجرد قلم صبح في طرابلس. وقعدت حكومة السراج تخدم وفيها فتح المجبري، والقطراني يصدر في قرارات من غادي، والوزراء الشرق من المنطقة الشرقية مع السراج. المهم ضحكة من عيار رفيع جدا. للأسف وما يبوش يعترفوا إلى هذه الساعة. ليه وصلنا في العدوان على طرابلس؟ العدوان على طرابلس، أشهد الله أن المتآمرين على طرابلس هم أهل الغرب الليبي بمنتهى الوضوح، والخو العاصم سلوم العدو، ونشهد بالله أن الغرب الليبي فيه من العفنين ما لا يحصى عدده. جينا والحمد لله ربي يوفق شبابنا، صلى الله يتقبلهم برحمته، والثمن كان باهظ جدا والتضحيات باهظة جدا، صلى الله يتقبل شهدانا ويعافي جرحانا ويعوض الناس خير. حقيقة الهجوم على طرابلس بدون مواربة هو هجوم من المنطقة الشرقية، السفهاء واللي يحلموا بجيرهم يحكموا من طرابلس بأي كلام غير هذا فهو كلام مجاملات وكلام تافه لا يساوي شيء. الحقيقة أن هجوم، يعني لا أتكلم عن المحترمين، قلت معاش نقولها ونقولها، يعني لا أتكلم عن المحترمين، أتكلم عن المردف مهما كان منصبه، رئيس برلمان، ضابط في الجيش، مالي الأعيان، الحاقدين والسفلة والذكورا وإناثا، هذه هي الحقيقة. ما تقوليش لخطاب كراهية، هذا تشخيص للواقع، تشخيص للواقع. اللي يقول غير هيك يمشي يدور وين يبيع الطاعة، ما عادش ينضحك عليه. الهجوم على طرابلس
هو الهجوم من صيع وشلت ومرد في المنطقة الشرقية الذين دمروا بنغازي والذين دمروا درنة، يبقوا يكملوا بطرابلس لأن يشوفوا في طرابلس دجاجة طبيب ذهب. هذه هي الحقيقة. لكن الحمد لله ربي نصرنا وربي وفقنا وانتصرنا عليه. للأسف وجي برلمان لطرابلس قلنا باهي خلاص تتعدل الأمور أو بل كيف دور بروا لهم شوية في صبراتة وشوية في خدامس وشوية كذا وشوية ملايين إيه نعم ملايين وخلي يطلع يقول ويطلع واحد يقول لي يقول فيه محمود عبد العزيز الصعيد مش نحط له بالأسماء لأن حسب جنيف أن البرلمان بيمشي للجنوب رئاسة البرلمان لكن الجميع يعلم ما هو الثمن اللي قضوه بعض نواب الجنوب علشان تنزلوا على رئاسة البرلمان. ولذا أنا لما واحد يتكلم على حقوق الجنوب نقول له برا نظف نفسك أو أنا قدامك أنتم البرلمان كان من حق سلمتوا فيه. المهم للأسف للأسف وبتخاذل وبتواطؤ وبطمع بين قوسين قيادات من المنطقة الغربية هو الوقت خلاهم قيادات أما هم لا عقل ولا فكر ولا مستوى دراسي ولا شيء فلوس إيوة الله غالب الله غالب لا حول ولا قوة إلا بالله وسلبية أهل المنطقة الغربية الفلوس وسلبية أهل المنطقة الغربية. المهم وصلنا لحكومة الوحدة الوطنية وصلنا لجنيف تكون الجنيف احنا ما ناش راضيين عليها وقلنا هذا مليون مرة وحكينا لكم حتى على المكالمات واللقاءات في هذا البرنامج اللي صارت وللأسف للأسف هاجر القايد اللي هي المفروض في السجن نتيجة لأن هذاك هو الأساس والحمد لله التقارير كلها تقول أن أكثر من 150 مليار لأنه ساني قاري تقرير أن مصيبة ليبيا اليوم اللي وصلت الدولار 4 جنيه واش هي قفل العدادات وتم اختيارهم ستيفاني على من يقول سمعنا وأطعنا وقلنا يا سيدي ماشي أمر واقع أمر واقع للأسف ديما منهم كسرين ظهرنا منو القوادة سامحوني في الكلمة تواني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سامحوني للأسف أهل المنطقة الغربية نقول هاي بعضهم طبعا لين وصلنا لجنيف ماشي وشفتوا أنتم عقيلة صالح اللي شريك أساسي في الهجوم على طرابلس في قائمة واحدة هو فتحي بشار بدل أن نوقف يد واحدة نقول هذا ممنوع خليها خلي توقف حال البلاد المهم مجرمين لا للأسف نتيجة المقاربات السياسية وفن الممكن والطمع وغيره يبدو يديروا في قوائم مع المجرمين والقتلة والسفن للأسف والدم قاعد يجري الدم قاعد يجري. المهم أيدنا تذكروا الحمد لله هذه أمس وأيدنا قائمة المنفي على الأقل كشاب نعرفوه وما كانش مؤيد للحرب على طرابلس مع عبد الحميد بيب جينا لأسماها حكومة الوحدة الوطنية ودعمناها من أجل ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية وبيا سيدي غير وحدوا البلاد ومشي خطوة إلى الأمام. للأسف للأسف من أول يوم اللي كسر في حكومة الوحدة الوطنية هم أبناء الغرب الليبي بريئين جماعة الشرق معروفين جماعة الشرق عقيلة صالح خسر المعركة معروفة من أول يوم قلناها في هذا البرنامج وقالوها كل الناس اللي تفهم قالوا يا أخواني هذا خاسر معركة ما تردوش كيف يولي رئيس مجلس نواب يا أهل الجنوب يا هو يا عالم وبالفعل هدى شوية وبعدين مع
ما يسمى بقيادات من الغرب الليبي ديت التآمر على حكومة الوحدة الوطنية، برلمان انقلابي غير شرعي غير دستوري بكل العمر فيه مخانب، مش كلامين كلام هم في بعضهم، 7 سنين ما جابهاش هو حكومة الوحدة الوطنية، جابتها جنيف لجنة 75، لأن العالم يعلم أن لو قعدوا يراجعوا في البرلمان مش حتتوحد ولا حتنتج حكومة وحدة وطنية. داروا لعبة 75 ويا سيدي أنتجت هذا. للأسف بدو يكسروا فيه أهل الغرب الليبي، وأكبر المتآمرين على حكومة الوحدة الوطنية هم قيادات من الغرب الليبي للأسف. حقيقة. ونقول لكم أكثرهم من مصراتة اللي هي مدينة دبي. شو نكونوا واضحين. ومش هيك، ولأن مصراتة أكثر مدينة قدمت في حرب البركان. والله عندي كلام راهو قسما بالله يعني يندى له الجبين. يهديكم يرضيكم، خلينا نحط ايدينا في ايدين بعضنا يا سويدي، خلينا نحط ايدينا في ايدين بعضنا ونمشي بالبلاد اللي قدام. ما ينفعش اللي تديروا فيه راهو ما يجيش. مجلس الدولة تراجيناهم يا راجل، اطلع انت شو اللي قاعد تراجع فيه يا راجل؟ انا شخصيا اطلع اعلن انت حل نفسك والتبري من الصخيرات، خليها تخش بعضها. مش لان نبي المؤتمر، المؤتمر الوطني مش حيولي، او مش نقولها لكم، المؤتمر الوطني لن يرجع، لكن على الاقل مش انت شريك في اتفاق الصخيرات البرلمان والمؤتمر الوطني اللي داروا لكم به مجلس الدوله. أقسم بالله الكلمات إلى اليوم ترن في أذني، والحمد لله جزء منها منشور، فيديوهات ترجعوا الفيديوهات اليوتيوب في كل شيء، أن هي النسخة الليبية من الانقلاب على ثورة فبراير، والحمد لله. ونذكر بها في الزملاء السابقين، نذكر فيها للأسف كلهم معترفين. رأوا أي واحد يطلع يكذب على في الإعلام ويقول لا، كلهم معترفين أن الصخيرات هي انقلاب على فبراير. لما نقعد مع بعضنا كلهم يقروا بذلك. نجو عقيدة صالح انتهي بعد جنيف، انتهي عقيدة صالح، لأن الرئاسة ماشية للجنوب والبرلمان نصه في طرابلس. بدل ما يدعموا هذا التوجه وبدل خلاص يا إخواننا الآن واضحة، للأسف قعدوا يتبعوا في السفراء ورقاب المسالك والطماعين والعملاء. إيه نعم، عملاء للمخابرات الأجنبية، أقسم بالله العظيم عملاء للمخابرات الأجنبية. ولقيناهم للأسف أعادوا الحياة لا هاي صبراتة، لا علشان نجيبوا لي صبراتة وعلشان اخدامس وعلشان كذا دورا، قال لهم هاو طبرق اللي بيجي يجي واللي ما هو جاي جاي، وبدت شغل ثاني برولة ثانية والولو اللي طبرق ولا مش هكي. اللي لين وصلنا إلى اليوم إن لجنة 60 التي انتخبها الشعب يتم مصادرتها من عقيلة صالح منتهي الشرعية والمنتهي سياسي شرعيا ومشروعية وأخلاقيا وسياسيا منتهي. إخواني كانكم أنتم ما تحسوش، معلش هؤلاء السياسيين ولا ما عندهمش مرارة، راني نحس. أنا اليوم لما قال الكلمة هذه أستغرب في الناس اللي ندايرة روحها نخب قاعدة مقعمزة قدامها، أستغرب أقسم بالله أستغرب. وغدوة يطلعوا وللأسف حيستقبلوهم، أقسم بالله العظيم لو أنا مقعمز قدامه، أقسم بالله العظيم لو قالها نوري بسامي، هو مش عقيلة صالح.
ماني سكت له في القاعة، والحمد لله أعضاء المؤتمر يعرفوا محمود يسكت ولا تيوش نجيب لي المشاكل، لأن كلها تفخرت فينا إلا لأن احنا أحرار ما نسكتوش. كان هذا عقيلة صالح يقولها بالفم المليان، أن لجنة الستين هذه المرفوضة كذا، وبنديروا لجنة من مثقفين ونخب. والله العظيم ظنيت أني قعدت قلت أكيد في أكيد في كلام فات علي ما سمعتهاش، مستحيلة هذه تفوتك. لقيت لا، الكلام انقال وانقال مزين، رجال ونساء دايرين روحهم أعضاء برلمان وحالفين اليمين منتخبين من قواعدهم. انجنيت بصراحة، معقولة تصل المهازل إلى هذه الدرجة؟ لجنة 60 منتخبة من الشعب الليبي حسب الإعلان الدستوري، يعني تخيل انقلاب أخلاقي دستوري سياسي، ما هوش حسب راجل. ويقول لك احنا نختاروا 10 من المثقفين والنخب وكذا، والستين اللي انتخبهم الشعب، يعني انت اللي بتختارهم تفهم أكثر من 60؟ تي هو انت قاعد أمر واقع، وين نتكلم ويقولوا منتخب؟ للأسف الشديد، يعني اليوم اللي حدث هذا حدث يعني في التاريخ الليبي شيء مرعب. نجو لين وصلنا هاي حكومة، تصور يجي يقول لك هذه الحكومة احنا بنحوها، من أنت؟ ليك 7 سنين اليوم وتعتدي على لجنة الستين وما زال تتكلم عن الحكومة اللي لها 8 شهور بغض النظر عن الحكومة. لكن للأسف دائما تلقى المتواطئين والعملاء والطامعين للأسف، وشني يلوحوا لهم عضين زي ما لوحوا لمجلس الدولة بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة، زي ما لوحوا للستة ولا 7 أنفار ولبعض الجهل المتخلفين بحيث انقلبوا على المؤتمر الوطني وداروا مجلس الدولة، وبعدين قالوا حتى العطيم اللي تقرقدوا فيه استخسروا فيكم. سمعتوش اليوم واحد كر مجلس الدولة مع أن مجتمع بيه خالد المشي الأسبوع اللي فات في المغرب؟ ذكر بس لمجلس الدولة. للأسف، وأقول لكم ومني إيه؟ والله لولا استغفر الله العظيم، والله صار العار في المغرب. هاي ما نبيش نحكي تفاصيل أكثر. للأسف الخو العفن سلوم العدو. للأسف اللي تحسبوهم معاكم واللي يحسبوهم يدافعوا لمصالحهم يدافعوا لمصالحهم هم، وللأسف للأسف حاسبينهم كلاب، يعطوهم عظم يقرقدوه وبعدين ياخذوا منهم العظم هذا يقولهم حتى تقرقد نتاع العظم هلبة فيكم، خذوا من الأخير. لأن عارفين تمرتهم وعارفين شني النظرة نتاعهم ديما قصيرة وقريبة بكر. بعد الحرب على طرابلس عيطنا نتشنا، عيب عليكم، طفي كل شيء، وقف وقف، خلينا نتحاسبوا قبل، نمشوش خطوة إلى الأمام. 1600 شاب، 1600 أم، 1600 زوجة، 1600 بنت، 1600 ولد. نتحاسبوا المجرم يجب أن المجرم اليوم قاعدين تجتمعوا فيه كلكم وقاعدين تفاوضوا فيه وراضيين انه يكون له دور سياسي وراضيين غير شنو هو قاعدين ما اتفقتوش عليه. عقيلة صالح اللي الخطاب نتاعها برزناه في هذا البرنامج، وانا قلت لكم لو عندي قناه الخطاب هذا نخليه 24 ساعه على 24 ساعه، الله غالب ما جيتش خانب، الله غالب
كان هذا راني ندير قناة نخلي فيها 24 ساعة على 24 ساعة خطاب عقيلة صالح. اللي بارك الهجوم على أم المدائن طرابلس، واللي بارك قتل 1600 شاب وحرق وتدمير مئات الآلاف ومليارات من رزق الشعب الليبي. كلكم نوقف كل شيء، وقف. هذه هي حركة التاريخ وهذه هي السياسة. ما تحكيليش تعال هنا عدالة انتقالية ومصالحة، نتفاهموا هنا، يخلي القانون ياخذ مجرى. أما أنت أمس تهجم علي تقتلني وتدمرني وما تخلي ما تدير فيا وتنتهك أعراضي وتخش ديار نومي، وبعدين بحجة ليبيا واحدة وبحجة المصلحة الوطنية العليا. أبدا، المصلحة الوطنية العليا إذا لم تبنى على الحق والعدل فلتذهب إلى الجحيم. فيش حاجة اسمها مصلحة وطنية عليا، في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الحق، بعدين تجي المصلحة الوطنية العليا. المصلحة الوطنية العليا على حساب دمي وعلى حساب شرفي وعلى حساب أعراضنا وعلى حساب مدن دمرت. وقف. لكن أهو أهو، شوفوا طمعكم وشوفوا السبهللة متاعكم لوين وصلتكم. لين لم يكن يتوقع أحد، لم يكن. أنا أتحدث 6 مليون ليبي، وكل هؤلاء اللي يطلعوا يتكلموا واللي مشوا للرجمة واللي مشوا لبنغازي واللي مشوا للقبة، أتحداهم واحد يقول لي كنت متوقع أن يجرؤ عقيلة صالح يقول لجنة الستين استبدلوها بثلاثين مثقف ومختاروهم ويديرون الدستور. تعرض الهايك على قولتك أنت، أرضى على الشعب يا يرفض الشعب يا قبل الشعب. من أنت؟ أنت جاي 930 صوت. أعداد أسرتي لي أكثر من اللي صوتوا لك يا رجل. إيش تحكي أنت يا رجل؟ للأسف ما فيش من الله لا تربح كل من تآمر على المؤتمر الوطني. الله لا تربح، وإن شاء الله تلقوه وتقضوه يا رب العالمين. لأن للأسف وإلى اليوم نفسهم ما هو يقولوا السيء من عقاب السيئة السيئة بعدها. نفس اللي تآمروا على المؤتمر الوطني قاعدين في غيهم وقاعدين في ضلالهم، وقاعدين هم اللي يتآمروا لليوم لهذه الساعة. إلى هذه الساعة ترى حطوا لي يا شباب الكلمة الفيديو الثالث، خلي يسمع الشعب. لم يعد ممكنا السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية، وبات من الضروري بمكان العمل على تشكيل اللجنة من عدد من 30 مثقف وكاتب ومفكر وأكاديمي مختص بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاث، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية قادرة على صياغة دستور توافقي حديث يلبي طموحات ورغبات الليبيين كافة ويؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية على أن تحدد المدة الزمنية اللازمة لأعمالها في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها. إذ لم يعد ممكنا السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة. لم يعد من الممكن السكوت على فرض مسودة الدستور مرفوضة من المكونات الاجتماعية الليبية. ما هذا الهراء؟ مش الدستور يقول استفتاء؟ مش ندخل فيتك انت؟ انت مهمتك تحولها لاستفتاء بس، انت ما عندكش دخل اساسا بها. لجنة الستين هذه منتخبة. الضحكة الكبيرة، الله غالب، شفتوا؟ تخيل في خلال شهر يعني لجنة فيها قامات وما فيهاش، بالك يقول لك اخوان ما فيهاش ريحة إسلاميين، فيها ما فيهاش.
يعني رئاسة علي الترهوني، الجبهة الشعبية يساري بكل، ما عندهاش علاقة بالدين بكل. وهو يقول فيه هذا، مش أنا نقول فيه، معروف. بقية الأعضاء قامات قانونية، فيها قامات قانونية معروفة من الغرب ومن الشرق، وفي الأخير الشعب اختار. داروا لنا الدستور هذا، مهمتك أنت حسب الإعلان الدستوري تحول هالدستور هذا للاستفتاء. الشعب رفضه قبله، ما دخلكش فيه. تحايلتوا على قانون الاستفتاء إنه يرفض بكذا في الإقليم هذا، للأسف للأسف مع أن قوانين الاستفتاء في الدنيا كلها واضحة. وأنا نقول لكم ولأول مرة، هؤلاء عامل شد للخلف، ولن تبنوا معهم دولة. يا إما الشعب يطلع لإسقاط هذا البرلمان، يا إما يا سيدي أما يسقطوا لكم حكومة الوحدة الوطنية بغض النظر. توارين حتى هي عندها ملف. سبحان الله، الحلقة اللي فاتت تكلمت على فساد المؤسسة الوطنية للنفط تونجوها، لكن ما نقول لكم أن حكومة الوحدة الوطنية تلش غزال أبدا. لكن هل اللي بنجيبوهم في ضمانات أنه بيكون ديوان المحاسبة قاعد يخدم، والرقابة قاعدة تخدم، والنائب العام قاعد يخدم، وهاكم تشوفوا وزراء حطوهم في الحبس. لكن إن نقعدوا ينضحك علينا كل عام عامين، يديرون لنا كارثة ويضحكوا علينا. قسما بالله العظيم، أقسم بالله العظيم عن نفسي، الواحد والله العظيم الواحد فكر إنه يطلع على الهواء يمزق جوا السفرة ويقول يا سيدي خليني نمشي نهج ناخذ وجهي، زي مانيش خير من كل قادة العالم والمناضلين عاشوا مهجرين. أما يقعد الواحد تحت رحمة عقيلة صالح متحملين، كل عام نقولوا العام الجاي، كل عام نقولوا العام الجاي، يطلع لنا اليوم بحيث يسفه أحلام الليبيين ويسفه انتخاب لجنة 60 المنتخبة، ويدوس على الإعلان الدستوري، ويدوس على راهو هذا اللي يدير فيه هزوة على الليبيين، راهو هزوة على إرادة الليبيين. قلت لكم بكري، مش عارف الناس هذه ما تحسش اللي مقعمزة وتسمع في الكلام هذا، فيش واحد علق لي عليها يا رجل. عايشين يا شباب، نكمل ولا ساد؟ والله العظيم نحس في الدم يغلي في راسي. يا ترى حطوا لنا الفيديو الثاني يا شباب. فنحن اليوم نطلق حراكنا البرقوي تحت مسمى حراك برقة تقرب، لبدء العمل على وضع الحل الذي يهرب منه الجميع، وهو حل الدولتين. منذ الليلة فإننا ندعو شعبنا البرقوي للالتفاف حول حراك برقة تقرب، لوقف كل المهازل التي ضيعت كل شيء نملكه، والمهاترات التي أذلتنا، والتي لن نسمح باستمرارها لكي لا يذل أبناؤنا ويعيشوا حياة المستضعفين. فالرضا بحياة الذل والضعف والهوان لن تجعلنا مواطنين صالحين، ولكن ستجعلنا ظالمين لأنفسنا وأبنائنا. لهذا نعلن بأننا في الحراك البرقوي نعتبر أنفسنا في حل من كل المحاولات الهزلية لفرض وحدة ليبيا على حساب كرامة الشعب البرقاوي ومستقبل أجيال ومستقبل أجياله الذي ضاع منه الكثير. وفي نفس الوقت فإننا ندعو المجتمع الدولي لوقف العبث الذي استمر لأكثر من 10 سنوات، والبدء في الاعتراف بأن حجم الفوارق والشقاق بين برقة وطرابلس هو أكبر من إمكانية جمعهم في كيان واحد. ندعو كل دول العالم وعلى رأسها روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي لوقف سياسة الهروب بالأزمة إلى الأمام، والذهاب مباشرة للحل الوحيد والفعال، وهو حل الدولتين، وذلك بفك الارتباط.
في 2014 أو في 2015 قلت أنا في السابق التقيت مع أحد الأصدقاء الأوروبيين، مش حنسمي الدولة متاعه، لكن أعرف أن رجل لديه علاقات واسعة جدا ومعلومات، وما فيش معلومة قالها لي اللي ما وقفتش عليها. في 2017 قال لي حفتر من المعلومات أن حفتر سيهجم على طرابلس، والله العظيم. وقعد يضحك لما موضوع جرة القلم، قعد يضحك، قال لي حفتر متفهم أنه هو بيحكم ليبيا. وقول واحد في نهاية 2014 أو 2015 قال لي المخطط هو تقسيم ليبيا. طبعا الأغبياء يظنوا أن سينوض واحد في الأمم المتحدة ولا واحد من رؤساء الدول هذه اللي سفراتها قاعدة تعيد في أرض ليبيا فسادا حيعلن تقسيم ليبيا. لا، هم لديهم طرقهم ولديهم الخبرة في ذلك. أي واحدة من الطرق هذه السفيهة اللي طالعة، سفيهة، نعم أنا عمري ما نترجم عن النساء لكن سفيهة جدا، هذو هم السفهاء اللي نحكوا عليهم، اللي ربي عز وجل قال بمنتهى الصراحة حتى لا تؤتوهم أموالكم، ربي منعنا حتى نسلمهم. تخيل، هذه عضو لجنة 75 اللي كانت تتكلم، للأسف تصور تطلع تتكلم وتدعو روسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا لي، يعني تحساب سفهة حمق، ما تحسابش إن هم بكري مخططين للتقسيم. ولذا أنا نقول لكم لا يمكن بأي حال من الأحوال، ما لم، وأنا متأكد أن هؤلاء لا يمثلون شيء في برقرة، أو مش نكون واضحين، إحنا عندنا تواصلنا ما شاء الله، لكن للأسف للأسف الصوت العالي لهؤلاء السفهاء واللي شفتهم قدام تبستي وغيرهم، وهم شفتهم العدد لا يتجاوز 10 أو 15 شخص، لكن السلبية متاع بقية الليبيين، لأن لا يمكن لأحفاد مجاهدين ولا أباء المؤسسين أن يكون لهم دور في تقسيم ليبيا أبدا. نحن نحلم بوحدة الأمة، الأمة العربية والأمة الإسلامية والمغرب العربي والمغرب الاتحاد المغاربي. للأسف اليوم لما نجو ننتقدوا جنوب، يعني شوفوا التخطيط ل انفصال جنوب السودان عن شمال السودان قديش قعدوا حروب وجون قرن ودعموهم للعرب، اول بندقيه استلموها من معمر القذافي جون قرن، وكان يستقبل في الاف الطلاب من حركه جون قرن والحركات الجنوبيه وقروا معنا في الجامعات دعما له، والان وزراء هناك. وشفتوا بعد أكثر من 40 سنة تم الانفصال بين شمال السودان وجنوب السودان، وتم خلاص ما دام فصلوا، وحكومة ساوث السودان وجنوب السودان، شارع ما تقطرنش في جوبا عاصمة جنوب السودان، شارع الرئيسي في جوبا ما قطرنوش، خلاص انتهت مهمة المجتمع الدولي، فصلها، ضعف السودان تلك القارة، هذا المطلوب. وهي تشوفوا فيها السودان كل يوم نفس الشيء، هؤلاء السفهاء والحمقى يظنوا أنهم بفصل ليبيا التي لا يمكن أن تنفصل ستعمر برقة، ما يحسبوش أن بعدين بيبدولهم في برنامج الحرب الأهلية بين مكونات برقة البيضة وبرقة الحمراء وبين العواقير والعبيدات وبين الحرامة، المهم نخشوا فيه خراف آخر، وبعدين يبدأ في الغرب أيضا مخططات أخرى، والجنوب هذا مع مني، وهل هاي السرد تتبع الجفرة وتتبع كذا ولا للأسف للأسف
هؤلاء الذين يتكلمون في الشأن العام وهم لا يملكون من الثقافة ومن الدهاء ومن الحكمة، ولم يقرأوا التاريخ، ولا يعرفوا مخابرات، ولا يعرفوا استخبارات، ولا يقروا ولا 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 يعرفوا، يعني عمره ما قرأ كتاب كامل من صف ثاني ابتدائي من كتاب سالم وحليمة، ما عادش يقرأوا كتاب، كهذا كان لحقوا عليه ولا كان نجحوا فيه سالم وحليمة. للأسف يتكلم في وحدة البلد بهذه الطريقة وبهذه الفجاجة وبهذه، للأسف. اليوم من ضمن الكوارث، من ضمن الكوارث، ما فيش واحد تكلم على أن المرحلة تحتاج قوانين توافقية، ولا واحد تكلم، تكلموا على أن القوانين هي سبب وين ينوض ينوض لعقيلة صالح يسكت، لكن هم ما فيش ولا واحد تكلم. هذا رد على المجلس شو اسمه الاستشاري هذا بتاع الدولة اللي قاعدين حالين فهمهم واللي قاعدين فرحانين بمرتباتهم واللي المفروض يطلعوا لو فيهم ذرة من الإحساس يطلعوا اليوم يعلنوا حل مجلس الدولة. اطلع حل يا راجل مجلس الدولة وانتم قاعدين مقعنزين، شو اللي تراجعوا فيه يا راجل؟ اكبر اهانة اليوم. اللي كانوا قبل اسبوعين ثلاثة كانوا شارقين خلاص، مشيتوا اعطيتوهم حطيتوا لهم الاكسجين في خشومهم. للاسف الواحد يدعي انه يفهم وانه يحسبوا كل من قال كلمتين ولا ركبهم على بعضهم يفهم. طيب ما ضحك قسما بالله ما ضحك. يجيبوا بتاع السجل المدني يقول انه موجود، لكن يقول احنا المخابرات العامة ما فيش بيناتنا اتصال ولا في بيناتنا كذا، وان هذا الموضوع مش عارف كيف شيء. لا، مضروبة، وانتم اجتمعتوا، انتم اجتمعتم مع بناء على تقرير المخابرات العامة ان اجتمع بكم جهاز المخابرات العامة ووضح لكم حتى الخلل وين، وعلى مسؤوليتي هذا الكلام، وهذا مثبت في التقرير المقدم لمجلس النواب. لكن من اللي قال؟ للأسف مفوضية الانتخابات تلف على الموضوع وتكابر. وأنا نقولها اليوم، هذه اللجنة برئاسة عماد الساح لا يمكن أنها تقود انتخابات ناجحة في ليبيا، فاشلين على طول الخط. ومش عيب يا سيدي، إحنا الله غالب والله ما قدرناش، والله غالب وهي السلام عليكم. على الأقل جي سمحة وتخش، على الأقل تل المدير البنك لما يفشل، لما يسجلوا في ميزانية خسارة يستقيل، في شركة في رؤساء وزراء قاعدين يستقيلوا كل يوم ووزراء في العالم. انتم بعد فشل عملية انتخابية نتيجة تزوير ثابت واضح، العضو اللي شو اسمه اللي عن جنزور هذا سيف النصر ما قلناه وأثبتناه بالوقائع وبالفيديوهات، قال اليوم عضو مجلس النواب. للأسف الشديد ومازال مفوضية تكابر لأن عورتها انكشفت أمام الناس. الانتخابات قاعد مجلس النواب ما يبيش يقول إن احنا سوف نصدر قوانين توافقية، للأسف. وطلعوا لكم المجموعة اللي قدام تبستي علشان يلهوا أهل طرابلس وعلشان يغضوا النظر على البرلمان، وطلعوا لكم موضوع الحكومة علشان راهو يتمشوا معانا في الطريق هذه، واللي يقول غير هيك في 60 داهية. هذه هي اللعبة، المجموعة اللي موجودة قدام تبستي، وهذه اللي قاعدة طالعة قبل شوية اللي وريتكم صورتها، اللي مقعمزة عليه صالون وتقرا لي في ورقتين، و
ما اللي قال اليوم العقيلة صالح في مجلس النواب كلها تصب في أن ما فيش قوانين توافقية، ما فيش استفتاء على الدستور، ويلعبونكم في الحكومة متاعكم، ويتقبلوا يا أهل الغرب ينمشوا الانفصال. خليفة حفتر وصغارة مش ديما يتغنوا بليبيا واحدة ولا ولا لغرب. تبوا تفهموني ان اليوم اللي طالعين قدام تونستي ما همش واخدين الضي منهم. كيف تجي؟ لكن هذه هي المؤامرة على ليبيا والمؤامرة على الغرب الليبي والمؤامرة على حكومة الوحدة الوطنية. نقول هكذا قداش ما زال لنا وقت يا شباب؟ وين احنا خشينا في الساعة الثانية؟ اليوم الكلام كله تركيز على المترشحين وليس على الناخبين. طبعا القوانين تسمح لكل مجرم أفاقي أثيم مجرم كلامهم، يعني ما شفتهمش قوائم المترشحين، قال لك متهمين باغتصاب وبقتل وبإجرام وبتهريب بشر و و و 600 واحد على كلام عماد الساعي مترشحين. من اللي يسمح لهم بالترشح؟ القوانين الغير توافقية، القوانين التي صخ عقيلة صالح في مربوعته يسمحوا لسيف القدافي القاتل المجرم بالترشح، يسمحوا لخليفة حفتر بالترشح تحت ذريعة الأمر الواقع. لكن يستهلوا أهل الغرب الليبي لو كانوا طلعوا مظاهرات. راهو شكي في الأخير عماد السايح ما يقدرش إلا عليه 15 ولا 20 حر وحرة متظاهرين أمام مفوضية الانتخابات. أما اللي دار تليفون وأنا نعرفهم بالاسم، نعرفهم بالاسم، ما يقدرش يقولهم عماد السايح. هذا ليش قلت لكم ما يقدرش يفوز عملية انتخابية؟ اللي اتصلوا به وعندهم حق ما عندهمش حق هذا موضوع ثاني. قال لك جو وداروا خيمة ما خشوا لكش المفوضية، خشوا تكلموا معاكم كم نفر وطلعوا. لا عندهم سلاح، لا هذا دوك بقتل، لا لا لا. لكن هذين هم اللي ذكرهم. للأسف للأسف المدن المغلقة ما ذكرها حد. إن رئيس الوزراء اللي بيحمي الانتخابات واللي عقيلة صالح لما واحد ينزل في الحكومة يخليه، لما واحد بيتكلم على البرلمان وعليه ضرورته وكذا قاطعة زي الحاج سليمان الفقي. ما عندناش مشكلة شخصية مع حد. الحاج سليمان الفقي لما تكلم كلام منطقي اليوم سكت عقيلة صالح وقال لي هذه أمور تخص البرلمان غدوة نناقشوها. بعد بزوز تكلم واحد شعره طويل مانيش عارف منين لما تكلم وقال لا، وقال احنا مشكلتنا مع الحكومة، بدل ما يتكلم على المفوضية وعلى الانتخابات شدها على الحكومة. عقيلة صالح حتى بنفس ما قطعش للكلام عليه، ولا واحد قال لعقيلة صالح شنو ازدواجية المعايير اللي بدير فيها. يحصر على المؤتمر الوطني، وان شاء الله يسامحنا الدكتور المقريف، وان شاء الله يسامحنا نوري بوسامة ان شاء الله. دول مدن مغلقة رئيس الوزراء ما يقدرش يطق فيه، تكلموش عليه، ما تكلموش عليه، بما فيها المدينة اللي فيها البرلمان طائرة رئيس الوزراء أقلعت في الظلام، تكلموش. القبة مدينة عقيلة صالح أحرقوا فيها مراكز انتخابية وطيحوا الإعلانات متاع المراكز الانتخابية، وفيديوهات هذه موجودة تكلم عليها حد. الجنوب رئيس الوزراء بينزل في غار قوات حفتر، ولا واحد ذكر حفتر.
تكلموا على ميليشيات طرابلس، على الخروقات الأمنية في طرابلس، على لا ويقول لك واحد من الأشياء المضحكة قال هذه إذا كان جماعة المقاتلة ولا إنسان مغيبين والله العظيم، والله ما هم عايشين، والله ما هم عايشين الواقع، والله ما يندروا على البلاد شو صاير فيها. والله نكلم فيكم بجديات، راه هذا واحد من الأعضاء قال له ممكن جماعات تتبع المقاتلة، ناس الله غالب متروشكا. ولا واحد تكلم عليه ولابس في الايام ولابس، بس رئيس الحكومه بيمشي لغات مش عشان بيدير لهم الركاد للرياح اللي غادي جي سحبان التابع للقياده العامه واحتل المطار ولا القوه تابعه، طلع سحبان صوت وصوره وريناه لكم في البرنامج، وقال اي قوات تتبع غير القياده العامه ما تخشش هنا، ما فيش لا حكومه لا شيء، ولا واحد تكلم عليها، يخافوا ان يلقوا روحهم زي سهام سرقيوه رحمه الله عليه. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، ما يكذبش عليكم حد. المشكله أمنية بامتياز، والقصة مش وزارة الداخلية فقط، طبعا وزارة الداخلية تتحمل جزء، وأنا هنا أقولها على الهواء وعلى السيد عبد الحميد بيبة أن يتدارك ذلك، السيد اللواء خالد مازن أن يتدارك ذلك، لكن أيضا قوات المتمرد اللي قتلت وهجمت على طرابلس واللي زكاها البرلمانيين هؤلاء المرتزقة حتى هم تتحمل الجزء الأكبر. الفاغنر والجنجوي اللي قاعدين في الجفرة، والجفرة محتلة بالكامل، والحمد لله شفنا نساء من الجفرة تطلع وتنادي، وعرضه لكم في هالبرنامج اهو. الميج 29 اللي تخيط في سما ليبيا، والحمد لله طلعت لجنة 5+5 شو اسمها مراجع الاعمامي، قال 300 مرتزق بيمشوا، حكومة تشاد أمس في الأيام مصرحة أنها لن تقبل رجوع المرتزقة التشاديين المسلحين التشاديين من ليبيا. يتبعوا من؟ يتبعوا حكومة الوحدة الوطنية، يتبعوا محمد الحداد. تفضلوا ردوا علي، فيش واحد تكرم اليوم. من اللي أعطاهم السلاح ومن اللي دخلهم؟ سلاحهم ليبي بالكامل، إماراتي بالكامل، سعودي بالكامل. من اللي اعطاهم السلاح واعطاهم السيارات ويصرفهم في المكافآت ووصلهم لجنوب طرابلس في المشروع في الخلاطات وفي عنزارة وادي الربيع وفي ديواتهم ورينا لكم في البرنامج هذا؟ محمد الحداد ولا الميليشيات طرابلس اللي اليوم يتبجحوا بهم؟ فيهمش واحد اللي مقاعدين بما فيهم عماد السائح يقدر يقول الإخلاء ما هو. تشاديين، الحكومة التشادية آمس في الأيام لحد قالوا لن نقبل وما تحكولناش على عودة المسلحين، هذيهم هم قاتلوا وهذيهم قتلوا دريس دبي ولد دريس دبي، قالوا ما فيش حاجة اسمها عودة. بل قالوها اليوم أن هذا جزء من المشكلة. كيف بتدير أنت انتخابات؟ كيف؟ من اللي؟ لا الميليشيات المؤدلجة في طرابلس والميليشيات. سخافة ما بعدها سخافة. وبعدين يجي يناقش لك الحكومة، أي حكومة؟ أنت اللي جبتهم، أنت أنت أنت، أنت اللي عينت خليفة حفتر، وأنت اللي أيدت خليفة حفتر، وأنت اللي قاعد تبي تعطيه الفلوس علشان يسد ديون الفاغنر ويسد ديون الجنجويل ويسد هذيهم اللي ما يبوش يطلعوا، قال لهم ما نطلعوش لين تعطونا فلوس، بياخذوا من رزقكم من شعب ليبيا علشان يعطوهم للقتله والمجرمين. اطلعوا قولوا الكلام هذا يا عقيله صالح واللي معاه، لكن تبي لها تريس وتبي لها رجله، تبي لها ناس بالفعل تشوف في ليبيا قدامها. واطلعوا ردوا قولوا الكلام اللي قالته، والله العظيم هذه هي الحقيقة.
وللأسف دائما في من غرب ليبيا من هو متواطي مع هؤلاء للأسف الشديد. أنا بروحي سمعت هذا الكلام، والله إذا كان الحل مع إن ندفع وكذا خليك محضر خير يا دكتور. شن محضر خير؟ شن جاي نحضر في خطبة بنتك عليه ولا أقلهن مهرًا أكثرهن بركة؟ خليك محضر خير. أنت تتكلم على دم ليبيين، وتتكلم على مستقبل أجيال، وتتكلم على ناس مقابر جماعية في ترهونة، وتتكلم على مهجرين من بنغازي ومن درنة ومن جدابي ومن البيضة ومن طبرق بمئات الآلاف قاعدين، ما همش مش لاقين حتى وين يردوا، وتجي تقول لي خليك محضر خير؟ محضر خير اني نسكت على الباطل؟ محضر خير اني ما نعريش الظلم نتاعكم والخنبه نتاعكم واللهطه نتاعكم؟ خليك محضر خير. قول لي خليك جبان، قول خليك ظالم، قول اسكت على الظلم، ايه هيك؟ ما تقوليش خليك محضر خير. إذا الحقيقة أصبحت عالية، وكل هذه المناورات استمرار للعبث اللي للأسف اللي يتحملوا مسؤوليته هؤلاء اللي اليوم في المشهد ومن سندهم من 2012 و13 وال14 وال15 وال16 لل20 لل21. نقول لكم نفخوا روسنا يا أولاد، عيب عليكم يا أولاد، ما يجيش القلة القليلة لما اللي ما مشوش للسخيرات معرقلين، تيار دار الإفتاء، تيار المفتي، سنة أولى سياسة كذا، شفتهم طالعين في فيديوهات يتكلموا وصفحاتهم في الفيس تتكلم. للأسف ها وصلنا إلى المهزلة اللي اليوم واحد مترشح 930 صوت يدوس على كرامة الشعب الليبي وعلى الدستور الشعب الليبي والإعلان الدستوري، ويدوس عليه 60 واحد في لجنة 60 ويعبث بكل شيء وشيء يدره الكبد. اللهم قد بلغت، اللهم فشل، تصبح بخير.